الاندماج بقصد بالمجتمع النمساوي الا من خلال مؤسسه العمل من خلال يعني فقط صراحه هي الوحيده التي تعمل تقوم بشيء من الاندماج، اما يوجد شيء اندماج على مستوى التفاهم او السلم الاهلي ما بين المجتمع ما بين افراد المجتمع خاصه مع تعدد الجاليات هذا لا اعتقد موجود. اما بخصوص موضوع اللي تفضلت فيه استاذ سائر موضوع انه انه الاندماج والتعرف على الجاليه اليهوديه والكذا هذا الشيء حاصل على فكره، هذا الشيء حاصل من خلال على سبيل المثال الهيئات الدينيه المعترف بها على مستوى بخبو يا احمد بالضبط ايوه لا 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 غير هيك هذا معترف م. فيه وهذا شيء حاصل ولكن ولكن الى اي حد هذا الشيء او هي المؤسسات او هي الهيئات الدينيه فعليا تعبر تعبر عن عن فعلا عن المجتمع المسلم او المجتمع المسيحي اليوم المجتمع المسيحي او المسلم الشرقي م. الشرقي تحديدا لا يرضى عن ما تقوم به اسرائيل ولا تحت اي ظرف حتى لو كانت حماس مجرمه حتى لو كان الوضع في في غزه يعني واضح الشكل، ولكن هذا لا يعني ان يوجد اليوم مشرقي ان كان مسيحي او مسلم يستطيع يقف ويقول لك انا مع هذا، فبالتالي موضوع الاندماج اللي تفضلت فيه والاسلام الليبرالي والانفتاح بشكل يعني بشكل يعني بصراحه ضمن معايير محدده هم بيحددوها، هذا بصراحه يمثل يعني لا اعتقد باحسن حالاته ب 5 الى 10% من 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 اطياف الاديان في النمسا، فهذا الاندماج بالتالي شكلي يا استاذ سائر ولا ينفع ولا يصلح ولا ولا يمكن تعميمه ما يمكن تعميمه هو النقاش المتوازي النقاش المتبادل الحقيقي للتعامل مع المشاكل بشكل حقيقي وليس الالتفاف عليها وليس تجريم جزء وترك جزء معين يعني مثل ما عم نحكي بده يعني نعترف باعتراف اللي بده ياخذ الجنسيه بده يعترف, يعترف بدوله اسرائيل طب خير ان شاء الله بس يعني هل هذا الشيء أنا رح يحل مشكله ما مثلا هذا هنا السؤال إذا هذا الموضوع ليس أكثر من خطاب شعبي أستاذ ممدوح ليس أكثر من 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 حالة من, من, من تسويق يكون يقوم مستشار نهمر بتسويق نفسه حزبه على فكرة هذا هذا الحوار تقريبا فينا نقول معمم ما بين كافة الأحزاب يعني ليس أنه اليسار يعني هل اليسار سيرفض ما بيقدر يرفض هل اليمين هربت كيكل ولا سيرفض هذا ما حدا حيرفض هذا الاقتراح ولكن ولكن هو ليس حل هو عبارة عن شيء تجميلي ويمكن أن تكون ويمكن عفوا أن تكون عواقبه أكثر بكثير من الشيء الإيجابي الذي يحصل لأنه هذا الشيء هذا القانون موجه هو فقط للاجئ المشرقي للمهاجر المشرقي يسموها مثل ما بتقول ولا مثل ما تفضل الصيني والغير هذا ما بيهمه يا أخي هذا مو ما هذا بدهمه يأخذ ورا بقول لك بعتبر بعترف لك بشو ما بدك يعني بس أعطيني هالجنسية وخلصني من هالسيرة فهذا صراحة شيء استفزازي وسيكون له آه، وسيكون له تبعات يعني بتصور حتكون ليس لها اي علاقه بالاندماج الحقيقي في النمسا